وعليكم السلام الأخ عبد الخالق. الصوت تراه يمشي مليح. شوف إذا الصوت يمشي مليح. وعليكم السلام الأخ عزيز. أي أوكي. المهم كاين فيه موضوعين ندير تعليقين. تعليق حول المبادرة هذه اللي قام بها بومدين والأخ هذاك بن عطية، والاقتراح اللي تقدم به الأخ شوشان بعد ما سمع ربما هذا الاقتراح، وندير تعليق فيما يتعلق بالوفاة نتاع عباسي المدني ومنع الشيخ علي بالهاج، وكذا ترديد بعض الشعارات المعروفة أثناء فترة هذيك نتاع الجبهة الإسلامية، وعودة بعض المصطلحات وبعض الخطابات اللي ربما الناس استغلوها في وسائل الإعلام، وكذا المحاضرة الخارجة نتاع فرحات مهني في الجامعة نتاع تيزي وزو، سماع الجنرال الهامل في المحكمة نتاع تيبازا، وكذا تصريحات نتاع خالد نزار والمتعلقة تحديدا ب وش اسمه سعيد بوتفليقة وإلى غير ذلك. لو كان نبدأ ربما بالتعليق حول هذه الأحداث راح نأخذ وقت كثير، لذلك نروح مباشرة للمبادرة هذه اللي قام بها الأخ هذا بومدين والأخ بن عطية، وكذا الاقتراح نتاع الأخ أحمد شوشان، وفيما بعد نعود نرجع للموضوع هذاك نتاع التعليق على الأحداث ونمد الوجه نتاع النظر تاعي فيما يتعلق بهذا الموضوع. الأخ هذا بومدين، ربما منكم من الناس اللي ما يعرفوهش، هذا الأخ بومدين أنا نعرفه من أيام 99، بحيث هو أنه كان في تلك الفترة كان طالب في الجامعة، وخليته أنا على ذاك الحال خليته طالب في الجامعة، وكانوا يجيوا يعلقوا لي زافيش هكذا هو وجمال و... أوكي. كان معنا لما كنا مع أحمد طالب الإبراهيمي سنة 1999، من بعد أعتقد دخل مع محمد سعيد، وهذا بن عطية أنا ما نعرفوش، ولكن يعني هكذا من خلال اللقب نتاع العائلة نتاعو، هو من برج الغدير، الأصل نتاعو من برج الغدير، وباباه كان ضابط في الجيش، وأعتقد الله أعلم من خلال المعلومات اللي عندي هو أنه باباه عنده رجله طائرة، يعني في الفترة هذيك نتاعها الفترة الدموية، باش تعرفوا باللي ما راناش نتكلموا غير هكذاك برك. وهذا محمد يعقوبي اللي استضافهم، معروف بالعلاقات نتاعو بالجهاز تاع المخابرات وتحديدا الجنرال طرطاك، صحيتو. الحضور تاع العقيد هذاك اللي راه مرة على مرة يجيبوه في النهار ماوش بريء، بالتالي خلينا نتحدثوا عن المبادرة، يعني فقط عطيت لكم يعني لمحة الأشخاص باش تعرفوا باللي ما راناش غنتكلموا غير هكذاك برك. لماذا الاستعمال تاع أحمد طالب الإبراهيمي؟ ما هو الغرض من ذلك؟ يعني ترى هاد الناس هما حبوا يديروا قناع يتخفوا بأحمد طالب الإبراهيمي إلى غير ذلك. درك نجيو للاقتراح هذا نتحدثوا عليه. اقتراح هذا الناس يتحدثوا يقول لك باللي وش اسمه فيه ماده من الدستور، وحنا ما لازمناش نخرجوا على الاطار الدستوري، والاطار الدستوري راه يعطي هو الفرصه العسكره وما عارف، الوغ هو هذاك باباه راهو في العسكر
كان عسكري ومعهم الكولونيل ومعروف بالتحليلات نتاعو وبالكلام نتاعو حول القايد صالح. فالقضية دي تاع العسكر هذي غسلوا فمكم منها، ما تجيبوش المصطلحات هذيك عجل باش تلعبوا بالناس هكذا. دوك انتم تحدثوا على القضية نتاع الدستور، من حق اي جزائري في ظل هذا الحركة هذا هو ان يقدم اقتراحات، امر مفروغ منه، ولكن ما لازمش تكون بإعاز. واحد يقدم اقتراحات، يقدم مبادرة، يقدم حلول، من حقه ذلك، ولكن ما تكونش في يعني في إطار تاع إعاز. قال راه واحد من الوراء، قال روح واش، ويتخفى من وراء أحمد طالب الإبراهيمي. هذه واحدة. كذلك هذه القضية نتاع الدستور ونتاع القانون، إذا كان دوك تحدثنا بالدستور، يا وراه هذا أحمد طالب الإبراهيمي راه هو في حد ذاته، أنا راني كنت واحد معاه، وراك تعرفني يا بو مدين، راه عندي 18 سنة وأنا لاجئ، ما كانش نهار كتبت لي رسالة ميساج في الفيسبوك قال السلام عليكم واش راك فلان، يا سيدي رانا عندنا 18 سنة ما شفناكش والله ما سمعناكش، احنا رانا كنا في حركة الوفاء نتاع الوفاء هذيك نتاع الأوفياء 18 سنة، حبيت محسوب زعما أحمد طالب الإبراهيمي، زعما راك من الأوفياء الخط أحمد طالب الإبراهيمي. وأحمد طالب الإبراهيمي بالدستور نتاع اللي كان فيه بوتفليقة هو كان مقصي بقوة القانون، ويكفي فقط هو أن نذكر بعض الإخوة خاصة من الناس اللي ما يعرفوش، من الشباب هذو اللي راهم دركم نشأوا في التسعينات هكذا وما يعرفوش بعض الأمور هكذا، لا لا كما نقولوا سواء تعلق الأمر بالدستور ولا بالقوانين أو بشي واحد آخر. ذكرت اسم بن بيتور، بن بيتور كان رئيس حكومة لما أقصي أحمد طالب الإبراهيمي، كان رئيس حكومة نتاع بوتفليقة، تحكي على الدستور والمخرجات نتاع الدستور وفلسفة وبلا بلا. أحمد بن بيتور كان رئيس حكومة لما منع أحمد طالب الإبراهيمي من النشاط السياسي، كان رئيس حكومة نتاع بوتفليقة، وأحمد بن بيتور كان طيلة الفترة يعني منذ بداية نتاع التسعينات كان جابوه في الفترة نتاع بوضياف لما داروا الانقلاب، كان معهم، كان مع الجنرالات، مع العربي بالخير ومع محمد العماري واسماعيل العماري وجنرال توفيق، وكان طيلة هذه الفترة هو معهم. من بعد جايين الاخر احمد بن بيتور انسان نزيه، واحمد بن بيتور انسان نزيه، قضية إذن ليست متعلقة بالدستور. وخلينا سيدي في إطار هذه المبادرة وفي إطار هذا الدستور هذا اللي تحدثوا عليه، فقط نزيد نذكر بعض الأسماء خطر كاين بعض الشباب هكذا اللي ما عاشوش تلك الفترة وما يعرفوش بعض الأمور هكذا، ما يعرفوش بعض المعطيات، باش ياخذوا فكرة فقط. هذا أحمد بن بيتور يقول باللي راهو استقال في شهر أوت 2000، أوكي، كان فيه وزير من تاع الارندي استقال فيما بعد، يقولوا له بن دريهم، وقدموا سؤال للحكومه اللي كان يرأسها احمد بن بيتور، ولما هم قدموا السؤال كان فيه مجموعه من النواب، مجموعه فيه من النواب نتاع البرلمان، ولعل الأسماء راها موجودة عند محمد السعيد، راك تعرفه مليح يا أبو مدين، أسماء راها موجودة عند محمد السعيد نتاع النواب اللي وقعوا باش هما يقدموا السؤال هذاك لرئيس الحكومة أحمد بن بيتور. أحمد بن بيتور ما جاش، السؤال قدموه يوم 8 نوفمبر 2000، أحمد بن بيتور ما جاش،
وجاو الوزراء نتاوعو، شكون هما؟ نردي البكروح اللي راهو الان دوك يتحدث على الديمقراطيه وحقوق الانسان والفكر نتاع مالك بنابي و... هذاك عبد الوهاب دربال اللي داروه فيما بعد نتاع اللجنه نتاع مراقبه الانتخابات و... كان وزير ثم بالحكومه نتاع عبد ببيتور، وكان عماره بن يونس نتاع ال... بدون ما ظل دخل في التفاصيل راكم تعرفوا الامور، وكان في الارشيدي هذا عماره بن يونس، وهذاك دربال كان ممثل على النهضه، حركه النهضه اللي داروا الانقلاب في تلك الفتره على تشوفوا على ولا ما تشوفوش على جاب الله، وهذا بن بيتور كان معاهم. اي زيد شكون الاخر؟ وعمار غول، عمار غول تاع لوطوروت هذاك تاع ال تاع مانيش عارف انا والشرق غربو، كان مع بن بيتور. بن بيتور ما على بالوش اللي هما نهار داروا الحكومه، ما على بالوش، والله هو اللي دارهم، هو اللي دار ويحيى، والله هو اللي دارهم. اما انه كان متواطئ معهم، واما كان جبان. كيفاش انت يعينوك حكومه وتقبل على جال باش انت تطبق البرنامج نتاع فخامته نتاع بوتفليقه وما تتكلمش طيله هذه المده؟ سؤال يخي راهو بسيط، احمد بن بيتور انت راك مع منع حركه الوفاء والعدل؟ والله لا، اذا كان راك معها قول للشعب باللي انا راني كنت مع منع احمد طالب الابراهيمي والناس اللي معاه، خطر راهو زرهوني جال ثما وقال باللي هادو راهم البقايا نتاع الفيس، وانت يا بو مدين راك كنت ثما تراك مع البقايا نتاع الفيس ولا مع من؟ فهمونا. ومحمد السعيد راك تعرفهم ليه؟ ها تعرف محمد السعيد اللي كنت حوس باش ت راك تعرف هكا على بالك شراني نقول، اللي صار فيما بعد مرشح في الانتخابات الرئاسية وصار رئيس حزب جديد، ويخيم تراك على بالك وراك كنت مرشح في الانتخابات البرلمانية وما لميتش ربعة من الناس في بسكرة، والله راني غلطة سي بومدين. إذن هذا الناس حبوا يتخفوا من وراء أحمد طالب الإبراهيمي، شافوا باللي الصورة نتاع أحمد طالب الإبراهيمي طيلة هذه السنوات، أحمد طالب الإبراهيمي مقصي واحد ما على بالو به، ودرك لما شافوا شعب تحرك فيه مطالبة باش الناس راها تطالب بأحمد طالب الإبراهيمي، قال يلا تخفوا بالصورة نتاع أحمد طالب الإبراهيمي. إذن بن بيتور هذا راه واحد من الجماعة نتاع الدول العميقة، واحد منهم كانوا يستخدموا فيه أو كان يخدم معاهم، الأيام راها تكشف ذلك. المبادرة درك هذه في إطار نتاع القانون، يا سيدي خلي نروح معكم، قال المبادرة هذه راها تريد هو أنه ما يكونش هناك فراغ دستوري، وراهم هذ الناس راهم خايفين على البلاد وخايفين على المستقبل نتاع البلاد وخايفين على الامن نتاع البلاد وخايفين على الاقتصاد نتاع البلاد وخايفين على الشعب الجزائري، وراه غاضهم مسكين هذا الشعب الجزائري غاضهم. انا قلت لكم عندي 18 سنه كنت معاه يعرفني، ميساج ما بعثوش 18 سنه، هذا يفكر في الشعب الجزائري، هذا يفكر في الشعب الجزائري، هذا يفكر في المستقبل تاع الشعب الجزائري. فيما بعد عاش محمد سعيد وزير مع بوتفليقة، هو معاه كان معاه، ودركا الدستور وما على باليش واشي والمادة كذا من الدستور
والفلسفه قاعدين ترقدوا في الشعب. خلي يا سيدي بهذه القوانين هذو اللي راهم اقترحوها، قال لك الماده كذا من الدستور، ويستقيل هذا المجلس الدستوري، رئيس المجلس الدستوري، ومن بعد هما يعينوا احمد طلب الابراهيمي، واحمد طلب الابراهيمي وهذاك واش اسمه رئيس المجلس الامه، ايه هذا بن صالح هذا اللي فيما بعد ذكر راهو صار رئيس نتاع الدوله، قال من بعد هو راهو يستقيل ويصير احمد طلب الابراهيمي هو رئيس نتاع الدوله، ومن بعد يكون فيه بيان نتاع مانيش عارف انا الدستوري اللي هو يسمح الرئيس الدوله هذه باش هو يدير حكومه جديده، وفيما بعد يكون فيه واسمه التعديل في القانون هذا العضو نتاع المتعلق بالانتخابات ومن بعد خلاص راهم خرجوا من المجلس الدستوري. يا سيدي فرضا هو انه درك درتوا الاجراءات هذه، فرضا برك هذه راه اهانه لاحمد طلب الابراهيمي. كيفاش هذا احمد طلب الابراهيمي اللي هو في البدايه نتاع التسعينات رفض حكم العسكر، في البدايه نتاع التسعينات حبيتوا الان تحوسوا تغلفوا القضيه وتتخفوا من وراء احمد طلب الابراهيمي. انا شخصيا قال لي باللي جاليه نزار وعرضوا عليه على جال باش يكون رئيس نتاع المجلس الاعلى للدوله، وقال له هو اذا كان حبيتوا فعلا تحوسوا على الشعب ديروا انتخابات. يجي هو احمد طالب الابراهيمي في اخر عمره يقبل هو على جال باش يعينوا بن صالح، راها مسجله بالوثائق، قال رئيس الدوله يعين رئيس المجلس الدستوري. احمد طالب الابراهيمي وش علاقته بالدستور؟ وش علاقته بالقوانين؟ هذا راهو دكتور كان في الطب وسياسي، منصب سياسي تسمى شغل تحايل على الدستور، وانتم دايرين رواحكم باللي زعما شغل راهو غيركم الدستور، ماكمش تحوسوا على الخرق نتاع الدستور او تحايل على الدستور هذا، وراهو في حد ذاته هو انقلاب. كيفاش انت هذا تطلب من هذا بن صالح باش هو يدير الاستقاله؟ هو في حد ذاته هو انقلاب على الدستور وتحايل على الدستور. هذا كي اذا كان مشينا بهذا المنطق نتاع الدستور والمنطق تاع هذا القانون هذا، ويقبل احمد طالب الابراهيمي باش يعينوا هذا بن صالح ومن بعد هو يصير رئيس المجلس الدستوري ومن بعد يصير رئيس مجلس الامه ومن بعد يدير الحكومه اللي بلاك لعود يكون فيها بومدين وزير هو بن عطيه من الكفاءات، كفاءات الوطنيه. ما قلتوش باللي بن عطيه، قلتش باللي راك دونتيست استاذ في الطب، قول لهم باللي راك دونتيست برك، وقول لهم باللي راهو باباك مقطوع رجله، على راكم تلعبوا لقيتوا وسائل الاعلام باش تبلعطوا خلق ربي ومانعين كل الاصوات اللي فاهمه اللعب نتاعكم وفاهمه الدسائس نتاعكم والمؤامرات نتاعكم، مانعينهم والو، قاعدين تروجوا في الاغاليط وتروجوا في الاسم نتاعكم. قول لهم يا يعقوبي باللي راه عندك علاقات مع طرطاك، نهار اللي كنت تجيب فيه شكيب خليل وكنت تصور فيه على اساس انه راه هو، درك انتم راكم محاربين الفساد اخويا، ما شاء الله ما شاء الله. اذا الاخوه والاخوات القضيه لا علاقه لها بالدستور ولا بالقوانين، وخلي يا سيدي نركزوا فقط على الاسم نتاع احمد طالب الابراهيمي، نحطوا هذا الاقتراح نتاعهم نحطوه اكوتي، نهزوا الاسم نتاع احمد طالب الابراهيمي برك ونمروا للاقتراح نتاع شوشان. راني سمعت ان المداخله الاخيره هذه نتاع الاخ شوشان، يقول هو باللي يزيد مادام الناس هذو راهم هما يفكروا في احمد طالب الابراهيمي وما راهمش هما يفكروا في احمد طالب الابراهيمي
وما راهمش هما هاد الناس هادو يحوسوا على الدستور، يعني باش يكونسير فيه خرق للدستور ويصير فيه تلاعب بالدستور وتبقى الامور في اطار نتاع الدستور. مادام راكم مقررين هكذا خلي الناس تروح للانتخابات يوم 4 جويلية، مادام راه الشخصيه نتاع احمد طلب الابراهيمي راها مطلوبه الى حد ما شعبيا، لما لا ما تروحش الناس للانتخابات وهكذا نعطيه لأحمد طلب الإبراهيمي شرعية شعبية، وبالتالي هو راه يدير الإصلاحات اللي راه يحوس يديرها ونخرجوا احنا من هذه الورطة. إذن القضية وشي هو متعلقة في المبادرة الأولى هذه والاقتراح نتاع الشوشان متعلقة بأحمد طلب الإبراهيمي هكذا. ومن خلال الكلام نتاع شوشان، كلامه ماشي كلامي أنا، من خلال كلامه هو راهو مع التطهير، راهو فيه تطهير داخل المؤسسة نتاع الجيش وبدأ التطهير في 2015 وخلاص، وراه مطهروا الجيش من البقايا نتاع فرنسا إلى غير ذلك. كنت قلت لكم أنا في تسجيل سابق إذا تذكرون قلت لكم باللي فيه تنحية نتاع القايد صالح، صح ولا لا؟ لا. واش قال اليوم نزار حول سعيد تاع بوتفليقة على القايد صالح؟ قالها لكم بطريقته، لكن أكد هذه المعلومات باللي فيه محاولة نتاع تنحية نتاع القايد صالح، هاو أكدها لكم نزار. والقايد صالح راهو كان هو مع سعيد وكان مع الكلون تاع بوتفليقة، كاين فيه مواضيع واحدة أخرى لو كان دوك نعاود ندخل فيها، هذه نتاع فرحة مهني ونتاع هذه الهامل يا ودي بالك يومين ولا الهضر، لكن خلينا فقط في هذا الاقتراح وفي هذه المبادرة. مادام راهو دركا الأخ شوشان هو راهو اقترح دركا سيدي أحمد طالب الإبراهيمي بناء على الكلام اللي راهو يدور، مادام راهو أحمد طالب الإبراهيمي شخصية مقبولة ومادام هاد الناس هذو دركا راهم ما مش يحوسوا يخرجوا على الإطار نتاع الدستور، وفي نفس الوقت هاد الجماعة هذوك اللي راهم في الجيش هكذا على جال باش ما تكونش فيه قال تهمة باللي راهو فيه انقلاب وفيه كذا، يا سيدي ديروا أحمد طالب الإبراهيمي بانتخابات وخلاص. معناتها واش هو هذا الفريق الاول والفريق الثاني يتخفون وراء احمد طلب الابراهيم في اثنين، وخلي اسيدي انا ما نروحش كيما نقولوا اسيء الظن بالناس. انا تحدثت مع شوشان ساعات وايام ساعات وأيام، وأعرف يعني التفكير تاعو إلى حد ما، إنسان محب للوطن، إنسان يحوس الخير للبلاد، إنسان راهو خايف على البلاد، إنسان راهو كذا كذا، لا أشك في ذلك. ولكن راه كاين فيه أطراف واحد أخرى من خلال الكلام تاعكم نتوما، راه كاين فيها طرف واحد اخر، هذه خلينا سيدي نحسن الظن بالناس. قال درك هذا بومدين وهذا بن عطيه هذا حبوا الخير للناس، سيدي حبوا الخير للشعب، وراهم خايفين من عسكرت اللي هو قلت لكم ولد عسكري، خايفين من عسكرت، قال سيدي هذا الفرصه هذه، وشوشان راه عسكري سابق، وخايفين ثاني من هو انه تروح تنطالع الناس هذه الفكره نتاع الانقلاب ونتاع كذا. نحسن الظن بكم يا سيدي، راكم تحوسوا على الخير للبلاد، وحنا رانا معكم في هذا الاقتراح نتاع الحب نتاع البلاد وحب الخير للشعب والبلاد وكذا 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 وكذا، رانا معكم 100%. هاي يا سيدي مادام راهو درك هذا احمد طلب الابراهيمي، مادام راكم خايفين وراها فيه جهات راها تسعى على جال باش تورط البلاد او على جال باش هي تسرق هذا المجهود هذا وهذا الحراك، او رايحه تفوت فرصه على الشعب، وكلكم راكم خايفين من الوقت
انا الاقتراح نتاع هذا اللي درته مشي الان، مشي الان راني نتكلم به قبل ما يحكي الاخ شوشان في الموضوع، وقبل ما تظهروا انتم في 2019 من سنوات على الاقل 10 سنوات وانا نحكي على القضيه هذه تاع المؤتمر. والمؤتمر هذا راهو يعني يجي في اي وقت، خلي واسيدي يضرك باش ما ندخلوش حنا في صراعات، خاطر حنا لما نتحدثوا على المحاكمات اللي راها جاريه والعداله وباللي راه كاين فيها عداله وكاين فيه قضاء وكاين فيه كذا، العداله اللي قادره تجيب ولد الجنرال الهامل، قادره تجيب ولد القايد صالح، وقادره تجيب طرطاق، وقادره تجيب نزار. وحنا واش رانا حكينا حنا في المؤتمر تاع الجزائر اللي حكينا عليه منذ سنوات؟ والقانون والدستور والمادة كذا والمادة كذا، مادام راه القضية محصورة بأحمد طالب الإبراهيمي، فيه أطراف واحدة أخرى اللي هي راها تسعى على جال باش هي راها تعاود تدير انقلاب أو تحدث فوضى أو كذا، وداخلة في هذا الإطار نتاع فرحات مهني والقبائل والعرب والشوية وبني مزاب، وراه فيه تكهرب راه موجود في البلاد، وفيه راه فيه محاولات عدة من أجل انتهاز هذه الفرصة، من أجل اختطاف هذه التضحيات نتاع الشعب وإلى غير ذلك من المسائل. هذا الناس يا هل ترى استشرتم الشعب على جال باش هو يروح يقبل أحمد طالب الإبراهيمي؟ هذا المجموعة هذو اللي هما اقترحوه قال درك باش يكون هما أحمد طالب الإبراهيمي راهو رئيس مجلس الدستوري ديروا بن صالح ومن بعد، هل ترى أنتم استشرتم الشعب؟ لم تستشيروا الشعب، أنتم حبيتوا تقولوا باللي مادام راهو الشعب اقترح أحمد طالب من خلال الصور، راه كاينين الناس اللي يشوفوا باللي أحمد طالب هذا إبراهيمي إسلامي بالكرافات، وراهم يشوفوا فيه باللي عروبي، وراه مرفوض لأنه هذا راهو بالنسبة لهم هما راهو إنسان عروبي وبعثي وراهو كذا وكذا وكذا، بالتالي راه كاين فيه في المقابل جهة ضده. ثم راكم حبيتوا تأخذوا هذاك الانتهاز نتاع فرصة، قال دوك انتم هذا مادام راهو كاين فيه ناس يطالبوا بأحمد طالب إبراهيمي، قال تيان الله نهزوا هذه نتاع الفكرة نتاع أحمد طالب إبراهيمي ونديروا احنا مبادرة ونشوفوا ونكيفوها مع الدستور مع المادة كذا وكذا وكذا وكذا، والشعب راهو راح يمشي. يا هل ترى راهو الشعب راهو كامل هو يطالب بأحمد طالب إبراهيمي؟ او كاين انت تطرح له الصوره تاع احمد طالب الابراهيمي ويقول لك يا ودي خلينا هذو راهم عجايز، خلينا من هذه الشيوخ هذو، خلينا كذا حوسوا على كفاءات واحد اخرى وكذا. معليش تحوسوا على جلب شراها، قال المرحله تقتضي انسان حكيم وانسان قال مثلا وطني وانسان جرب الحكم وانسان يعرف وانسان كذا وكذا. رانا نتفق معكم في شخصيه احمد طالب الابراهيمي، ولكن دوك نجيو لها مادام راهو شوشان نفس الشيء، راهو قال دوك مثلا مادام راها الاسم نتاع احمد طالب الابراهيمي مقبول وكذا وكذا، نروحوا للانتخابات ناخذوا الاقتراحين هذو في اثنين، هذه نتاع الدستور مادام راكم ماكمش حابين هو انه الناس تخرج الفارغ الدستوري اللي هو يسمح للمؤسسه العسكريه باش تتدخل، ومن بعد ربما تكون فيه تداعيات واحد اخرى سواء تعلق الامر بالمجتمع الدولي او بالناس هذو اللي راهم درك هما يستغلوا في الفرص ويحوسوا هما على جلب باش هما يدفعوا الجزائر ما لا تحمد عقباه. انا شخصيا اعوذ بالله من كلمه انا بحث في هذا الموضوع ليس من الان، من سنوات، نهار اللي خرجت يا ابو مدين، نهار اللي غلقوا المقرات نتاع حركه الوفاء والعدل، منذ ذلك اليوم وانا ندفع في الثمن لليوم. ولا واحد من الناس اللي يدعيوا الوفاء اتصل بيا واسال عليا مده 18 سنه،
خلي انا الامور ما نهدرش على روحي، حسبي الله ونعم الوكيل. ممنوع من جواز السفر في الوقت اللي كانوا جماعة في الجية كانوا في الخارج، دون هو أنه نظر نذكر في الأسماء تاعهم، في الجية كانوا في الجية ودخلوا بجوازات سفر وراهم يخطبوا في الجزائر ولا واحد يتكلم معهم. في هذا الحراك هذا وين أن الناس قال لك راه كاين تطهير وكاين قضاء وكاين عدالة، نور الدين خبابة ممنوع من جواز السفر تاعو. وخلي انا ما نهدرش على روحي، خلي اسيدي نركزوا على هذه الفكره وهذه النقطه. انا راني اقترحت على جد باش يكون هناك مؤتمر يا سيدي، ما دام راهو درك شوشان هذا راهو يحوس على جد باش تكون الانتخابات يوم 4 جويه، على جد باش يكون رئيس شرعي، هكذا رئيس شرعي اللي تكون عنده شرعية إلى حد ما، حتى هو راهو على بالو بلي راهو كاين عنده معارضين. أنا راني نعرف الأخ شوشان مليح، وخلي هاد الناس هادو اللي راهم ما يحوسوا على جال باش يديروا أحمد طالب الإبراهيمي كرئيس، مادام راهو عنده قبول شعبي، ومادام راهم درك هاد الناس ما مش يحوسوا على جال باش يكون هناك فراغ دستوري وتدخل البلاد في وسمو، خلي يا سيدي نقبلوا بالاقتراح نتاع شوشان اللي هو احمد طالب الابراهيمي، ونقبلوا بالاقتراح نتاع هذا بومدين وبن عطيه ومن وراءهم باسم نتاع احمد طالب الابراهيمي، وما ندخلوش في الفراغ الدستوري يلا باش حنا نشاركوا شعب، نشرك هاد الناس اللي راهم في الحراك في هذه المبادره، نوسعوها. أنا راني اقترحت مؤتمر يكون في الداخل وفي الخارج بإشراك هاد الناس اللي راهم في الحركة على مستوى 48 ولاية، وكونوا انتم شوشان وهذا بومدين وبن عطية، كونوا انتم من بين الناس اللي هما ينشطوا لهذا المؤتمر. خلي بن صالح في بلاصته، وخلي الحكومة في بلاصتها، وخلي الحراك يبقى مستمر كل أسبوع راح تخرج الناس ديفيلي. ها يا سيدي، وما ندخلوش حنا في مواجهة لا مع جماعة الماك ولا مع الجماعة دي نتاع الدول العميقة، وخلي هاد الناس اللي راهم في المؤسسة العسكرية يخدموا في خدمتهم، يكملوا التطهير، خليهم يكملوا التطهير يكملوا في خدمتهم، وخلي هذا القضاء سيدي يكمل في الخدمة نتاعو نتاع المحاسبة ونتاع من أين لك هذا، وهما أنه يسترجعوا الأموال تاع الشعب. خلي القايد صالح في مكانه، وبتفليق راه في زيرالدا ولا وين، ولا تحبوا تديوه سويسرا يداوي ثاني ما كاينش مشكلة، سعيد بوتفليقة نفس الشيء، تحب تقعد مع أخوك أنا ما عندي حتى مشكلة، ريحوا في مكانكم وينعقد هذا المؤتمر دون تصفية تاع حسابات من أجل مصلحة البلاد، حتى باش ما ندخلوش البلاد في أهوال واحدة أخرى، الشعب في غنى عنها. تخدم الناس لهذا المؤتمر يكون فيه شخصية وطنية. أنا اقترحت لكم قال مثلا واحد كما يوسف الخطيب، أو قال مثلا واحد كما علي بن محمد، شخصية وطنية قادرين تقترحوا أسماء واحدة أخرى، اقتراح برك هذا، ويكونوا معاه شخصيتين وطنيتين. عوض هو أنه قال مثلا الانتخابات تجري في جوي، يحضر هذا واسمه هذا المؤتمر بدل من الانتخابات، والانتخابات تؤجل مادام ذكرهم كاين بعض الناس كاين رؤى واحد أخرى. هاد الناس اللي راهم يحوسوا على مرحلة انتقالية وراهم يحوسوا على لجنة تاع الإشراف تاع الانتخابات، هذا رأي ثاني. مادام أنت راهو عندك رأي على جال باش انت تمشي وفق المادة تاع الدستور وانت تروح تمشي الانتخابات في الاجل تاعها، ايضا راهو كاين رأي ويمثل ايضا جهات داخل هذا الحراك. انا المبادرة اللي تحدثت عليها مبادرة شاملة تجمع كل المبادرات، كل الناس اللي راهم عندهم مبادرات كلهم يلتقيوا في هذا المؤتمر،
والناس نتوع الحركه على مستوى 48 ولايه وفي الخارج. وخلي في هذا المؤتمر هذا تخرج حكومه تاع وحده وطنيه اللي تمثل هي الجهاد نتاع المختلف الوطن، وهي اللي تشرف على الانتخابات، والانتخابات تؤجل، يبقى هذا بن صالح في مكانه ويبقى هذا واسمه بدوي في 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 مكانه، ويجرى هذا الوسمو المؤتمر هذا في 4 جويلية اللي هو يجي تشكل منه حكومة، حكومة نتاع وحدة وطنية تستقيل هذه الحكومة نتاع واسمو وش اسمه هذا بدوي هذا، تستقيل هذه الحكومة كلها وتنشئ حكومة واحدة أخرى هي اللي تصارع الانتخابات وتكون نقول مثلا في حدود نوفمبر هاي. وخلي الناس هذه اللي راهم مأمنين بأحمد طلب إبراهيمي، خلي هذي يكون أحمد طلب إبراهيمي وينال إجماع وطني، ينال إجماع وطني. وإلا في هذه الحكومة اللي ذوك هي تجري الانتخابات، يكون هو بالمقابل هذا هو أنه يستقيل هذا وش اسمه بن صالح، ويتعين أحمد طلب إبراهيمي في إطار هذا المؤتمر، يكون فيه إجماع وطني ثم دخل هذا المؤتمر وتروح للناس بشروط وبضمانات، يكون هناك ميثاق في هذا المؤتمر على جل باش الناس ما تعودش هذه المأساة وتعود هذه الأهوال اللي وقعت في البلاد، وتمشي الناس بشروط وضمانات للانتخابات الرئاسية، كلنا عرب قبائل شاوية بني مزاب، وتتناقش الناس في هذا المؤتمر على خطوط عريضة، خطوط عريضة من بعد نروحوا للشعب، شعب يشارك من خلال المؤسسات والناس كلها تشارك في الحوار، حوار وطني نروحوا ليها فيما بعد. مادام راهو درك هذا أحمد طلب إبراهيمي إلى حد ما راهو عنده قبول شعبي، راني قلت في المقابلة راهم كاينين ناس اللي رافضينه، تروح الناس وحدة وحدة، ما ندخلوا لا في صراعات، ما نعرضوا البلاد نتاعنا لأخطار مختلفة، ما تروح تدخل البلاد في حيط، ما تبقى الناس في هذه اللغة نتاع الاستفزاز اللي راها درك حاصلة، درك إن شاء الله ندير عليها بث واحد آخر، هذه القضية تاع باسي مدني تاع أنه يمنع علي بن الحاج من حضور الجنازة، وفي المقابل قال يشارك هذا فرحات مهني في محاضرة في مدينة تاع تيزي وزو، دوك نحكي عليها ايضا من زوايا واحد اخرى، قضية تاع حرية التعبير وقضية تاع هذا الحراك اللي راهم درك هما يدعيو من انه راهم حروا البلاد، ما قبلوش فرحات مهني غير بركي باش يدير فيديو كونفيرونس، ما بالكم غدوة يرجع للبلاد، والى غير ذلك من المسائل نحكي عليها في بث واحد اخر. اذا ما دام راه القضية متمحورة حول شخص تاع احمد طلب ابراهيمي، خلي يكون هناك إجماع، مشي زوج من الناس، مشي هذا بن عطية وبو مدين، خلي يكون إجماع وين أنه تشارك فيه أحزاب، حركات تاع المجتمع المدني، شخصيات، مفكرين، باحثين، فلاسفة، نخب في الداخل وفي الخارج، وتروح الناس كلها تشارك من أجل إنشاء جمهورية جزائرية جديدة. أو كنقول لك بلاك تحوس على تاعك، تحوس على الفكرة تاعك، تمكش تحوس على الافكار الاخرين. كل هذا الفكره، هذا المشروع هذا اللي نحكي عليه انا، يجمل وكل يلم الناس كل، يلمهم الناس كل، ماشي هو يروح يمشي مع جهه ضد جهه. مع اني كنت من المناصرين لاحمد طلب ابراهيمي، لا اريد هو ان يستغل الاسم تاع احمد طلب ابراهيمي للترويج الى اشياء واحدة اخرى، او للتخفي لتحقيق اهداف كذا، وفي نفس الوقت لا أريد أنا هو أنه أحمد طلب الإبراهيمي هو أنه يروح هو رئيس ويدير وش يحب هو، مشروع وطني الناس كلها تشارك فيه، يشارك فيه العلماني ويشارك فيه الإسلامي ويشارك فيه الوطني، وتشارك الناس كلها تشارك في هذا المشروع، ويكون أحمد طلب الإبراهيمي إذا كان فيه إجماع على جل باش الناس يتروح، يروح وفق مشروع وطني، مش يدير هو مشروع والناس من وراه، مشروع وطني الناس كامل تشارك فيه،
انا شي تحدث عليه راهو فقط بريون، فيما بعد الناس كلها تشارك. قال النقطة هذه نحيوها، قال النقطة هذه نزيدوها، قال نزيدها نزيدو نضيفو نقطة واحدة أخرى، وتمشي الناس كل حاجة سلبية ترميها الناس في سلة المهملات، كل حاجة إيجابية نضيفوها من أجل باش نخدمو البلاد نتاعنا وباش نطلعو بالبلاد نتاعنا، وفي نفس الوقت يكون الوعي هذا وعي حقيقي ماشي وعي زائف. تمشي الناس وحده وحده باش نبنيو هذه الجزائر الجديده اللي نحلموا بها كل، بحيث هو انه يكون هناك حريه التعبير، حريه هذا الناس يرحم والديك ما زلنا الضرب، هذا بوشاشي خائن، بوشاشي زوافي، محمد العربي زيطوط كاش مسكي محمد العربي والله، او كاش مسكي محمد العربي والله. محمد العربي راه يشرف الويسكي ما شاء الله على الناس هاي. البلاد رايحة للواد وما محمد العربي زيطوطا ويشرب في الويسكي. نسيت برك تالي كنت جبت لكم الجي تاع اسمه جي دو ريزان هذاك عصير تاع لب، ودرت لكم كاس وقال هو او يشرب في الروج. والله جي تاع التفاح هذاك وقال سيدي هذا راهو يضرب في الفودكا. يا حليل هذه العقول، يا حليل هذا الرؤوس، البلاد ماشيه للهاويه وجماعه النهار كامل هاو محمد العربي زيطوط او يشرب يشرب الويسكي، وهو ثاني كيف كيف. وراني نشرب باليمنى، راني نشرب باليمنى، وهذه هاي هاي اليسرى، وطايح في البياج تاعهم، وهذا راهو تيزانا، وهذا راهو اسمو يا يطبل طبل على روحك. واش يهمني فيك انا، انا راني شربت تاي والله تيزانا، انت قول واش حبيت، قعد انا نرد انا على هاد الناس هادو. اذا الاخوه والاخوات باش ما نضيعوش الوقت نتاعنا، هذه باختصار الكلمه نتاعي، مادام راهو احمد طلب راهو شخصيه مقبوله الى حد ما، وهاد الجماعه راهم هما يطالبوا باحمد طلب ابراهيمي، انا هاني قلت لكم يكون هناك مؤتمر، والناس اللي يحبوا يعرفوا المؤتمر راني نوضعوا لكم بعد النهايه نتاع هذا البث هذا، نوضع لكم الرابط نتاع المؤتمر باش تشوفوه. وراهو للاثراء، هذا فقط بريو، راهو للاثراء، وتروح الناس واحده واحده، كل الناس تلقى روحها ثما، كي العلماني كي اللي عنده توجه اسلامي، والجزائر تاع الجميع، هذه الجزائر التي نؤمن بها، ماشي تاع جماعه ولا تاع مجموعه، جزائر الجميع. لا أحد بإمكانه هو أن يقصي أحمد شوشان، ولا أحد بإمكانه هو أن يقصي هذا بوشاشي، والله كريم طابو، والله أي جزائري واحد آخر، لا يمكن لأي جزائري هو أن يقصي جزائري واحد آخر. نختلف، ولكن كان هناك أشياء اللي نتفق عليها، الوحدة الوطنية، خدمة البلاد، محاربة الفساد المفسدين، تمشي الناس واحدة واحدة. هذه كلمتي باختصار فيما يتعلق بهذه النقطة المتعلقة بالاقتراح نتاع الأخ شوشان، والمبادرة هذه نتاع الأخ بومدين وبن عطية. أتمنى هو أنه ما راني ما جرحتكمش، راني تحدثت بالشي اللي أنا أقتنع به باللي راه واقع وحقيقة، ومعليش يا سيدي إذا كان راني قستكم بكلام، والله تجاوزوا على الكلام تاعنا، راه يكفيني من الجراح ويكفيني من المآسي والدموع. نلتقي في بث واحد اخر حول القضيه هذه تاع عباسي مدني وعلي بن الحاج ونزار وش اسمه جنرال الهامل وتاع فرحة مدني. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم.